التبرع بالأعضاء لعند أشخاص الحيين ولعند أشخاص الميتين. كذلك المجمع الفقهي المجتمع في مكة سنة 1988 كلها مشت في نفس الاتجاه وهو إباحة بالنسبة لنا، لأنه تنشوف حالات اللي تتجي تدفع عنا القصور الكلوي، القصور القلب إلى آخره، وتنشوف بأنه مازال ما عندناش ثقافة ديال التبرع. إلى ساهمنا كجمعية علمية في تطوير هذه المسألة ديال التبرع ومسألة ديال نحييو العمليات من هذا المستوى الرفيع، غنكونوا تنساهموا الوطن ديالنا، الحياة ديال المرضى ديالنا، والتحسن ديال الجانب الاجتماعي ديالها. وعندنا واحد جوج قاعدتين اسلاميتين اللي هي مشهورتين، اللي هي اولا الحفاظ على حياه الانسان، الحفاظ على ما يلاحظ بان عمليه التبرع بالاعضاء يعني لها ضوابط ولها شروط في القانون المغربي. اولها ان يكون الغرض علاجيا او علميا، وهذا بطبيعه الحال ما نصت عليه الماده الثالثه من القانون. ويهدف المشرع من هذه الماده هو سد الطريق عن محاوله تحويل هذه العمليه النبيله الى تجاره، وبالتالي لا يكون التبرع الا بعد وجود شخص مريض محتاج العضو المتبرع به. كذلك بخصوص الجانب العلمي، فإن المشرع فتح المجال أمام الكليات الطبية وأمام طلبة كليات الطب وأمام أساتذة كليات الطب للاستفادة من أعضاء المتبرعين في عملية التدريس وعملية التشريع. En tout cas, ça reste très 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 en deçà des attentes des pauvres patients qui sont donc. لماذا اليوم هناك نوع من التبرم أو لا يرتفع الطلب الاجتماعي على التبرم بالأعضاء؟ لأن المسألة مرتبطة بمعركة العقليات والذهنيات التي لم تفتح بعد. المسألة مرتبطة بعاملين على الأقل، العامل الأول وهو الجسد، كيف نتمثل الجسد وكيف نتمثل حرمة الجسد وقدسية الجسد، والمستوى الثاني وهو أن التبرع بالأعضاء يحيل على لحظة فارقة بالحياة وهي لحظة الموت. ولهذا فالإنسان عندما يعني تطرح له سؤال تبرع بالأعضاء فأنت تأخذ إلى عالم الموت، إلى عالم ما بعد، ولهذا لا يريد أن يدخل في هذا النقاش. ثم مسألة التنشئة الاجتماعية التي تعرضنا لها أنها لم تتأسس على ثقافة التبرع والعطاء بقدر ما تأسست على الأخذ أو حتى على العطاء المقرون بالأخذ، سأعطي وماذا سأأخذ. هنا في التبرع بالأعضاء رغم أنك تقدم الأمر في إطار إحساني أو ديني أنك ستعطي وسوف تربح في الآخرة وما إلى ذلك، ولكن بالرغم من ذلك هناك مجهود لم يبذل لحد الآن وهو مجهود تغيير العقليات والذهنيات.